قرانا، احياؤنا، مدننا باتت جميعها تعاني من آفة الفقر. كونوا معي، انا جمال قطيش، كي نعطي الفقير سنارة ليصطاد السمك، ونزرع القمح كي ناكل الخبز، حصريا على قناة نورمينا. فزعة وطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم أحبائي في الأردن وفي كل مناطق الدول العربية. أنا جمال قطيش، أرحب بكم في فزعة وطن. فزعة وطن هي حرب على الفقر والجوع. نحن هنا أحبائي سنخدم الإنسان بإذن الله، بغض النظر عن عرقه ودينه ولونه وطيفه السياسي. نحن فقط نخدم الإنسانية، لأن الخير باق فينا إلى الأبد. سيداتي سادتي، في أولى حلقاتنا لهذه الليلة سنبدأ معكم بإذن الله باستقبال ضيوف من كافة أنحاء العالم، نعطيكم فكرة عما يدور وعما يحدث في الأردن من حرب ضروس على الفقر. أحبائي، كما قلت لكم سابقا، إن الفقر منتشر في جميع وطننا الغالي. نحن أصحاب واجب، وواجب علينا أن نحارب هذه الآفة التي كبرت وتنامت لعدة ظروف. ظروف كثيرة، منها الهجرات المتعددة التي أثرت على الأردن منذ عام 1948 حتى الآن. فالأردن واحة أمن وأمان. نسأل الله رب العرش العظيم أن تبقى هذه البلاد آمنة مستقرة، وأن نتعاون جميعا في حل مشكلة الفقر. أحبائي، سنخدم الإنسان بغض النظر كما قلت لكم، وسنخدم شرائح متعددة من أحبائنا الأردنيين في كافة أرجاء الوطن، في البوادي، في القرى، وفي المخيمات، وفي المدن، وإخواننا اللاجئين بغض النظر من أينما أتوا، فنحن هنا مستعدين بإذن الله لأن نكون خادمين للخير. أعزائي المشاهدين، سنسلط الضوء هنا على عدة أمور، منها المناطق النائية التي لا تصل لها الخدمات في مملكتنا الغالية، كما سنسلط الضوء في حلقات قادمة على مشاريع إنمائية نود أن تكون عائلات الأردن الفقيرة منتجة وليست مستقبلة للإعانات، بل نود أن ننشر وعيا تاما عند إخواننا بأن الإنتاج هو أساس العمل الإنساني، كي نصل بإذن الله إلى بر أمان مع جميع مواطنينا في هذا البلد الآمن. أحبائي، إننا نواجه مشاكل عديدة، لكن بإذن الله بالإرادة وبالصبر، وأخيرا وليس آخرا أقول لكم أننا جميعا شركاء بالخير، أغنيائنا وفقرائنا. شكرا لكم أحبائي. فاصل ونعود إليكم بإذن الله. Thank you.
أعزائي، عودة إليكم، وبداية في هذه الحلقة وددت أن أستضيف شركاء لنا بالخير أتوا من الولايات المتحدة الأمريكية ليقدموا خدمات إنسانية لنا في هذا الوطن الغالي. أرحب وإياكم بضيوف الأعزاء السيد رون ومدام ساندي، والسيد باد ومدام سوزان، والابنة الحبيبة التي شرفتنا لكي تترجم معنا سماح. أهلا وسهلا بكم، وفرصة سعيدة للقائنا بكم، وأنا آسف سأتكلم باللغة العربية وسماح ستترجم لكم. أهلا وسهلا بكم في فزعة وطن. أهلا وسهلا بكم. Welcome here in this program and I will translate for both of you. أحبائي، إخواني وضيوفي هم ممثلي عن إحدى الجمعيات العالمية، هي الـ LDS، هي جمعية أمريكية تعنى بخدمة الإنسان في كافة أقطار العالم. أهلا وسهلا بكم. Welcome here. وأود أول سؤال like أن أستمع ومشاهدين الكرام عن جمعية LDS العالمية ومشاريعها في الأردن. Listen to you about the worldwide LDS. LDS Charities is an American-based charity organization. جمعية LDS هي عبارة عن جمعية أمريكية، مؤسسة أمريكية. And it's sponsored or supported by the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. ومدعومة من كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. Nicknamed Mormons. اللي احنا اسمنا احيانا مورمون. So the LDS is Latter-day Saints. LDS اختصار لقديسي الأيام الأخيرة. أود سؤالكم في كم دولة منتشرين؟ How many countries do we have LDS churches? In the churches? How many countries do we have LDS charity? The LDS charities is currently in 179 countries. 179 دولة حول العالم. ومنذ متى أنتم في الأردن؟ Since when you're here in Jordan? Since 1990 we began our service in Jordan. 1990 بلشنا الاجتماعات هون بالأردن. أود سؤالك أخي الكريم like عن نشاطاتكم السابقة about your past activities. حتى يعني نعطي المشاهد فكرة وأي خطوط إنسانية تعملون بها، يعني to give the watcher some like some situation about your work and volunteer here in Jordan. About the activities of LDS charities in Jordan. عن النشاطات جمعية LDS هون بالأردن. LDS Charities has several initiatives within Jordan. جمعية LDS عندها أكثر من نشاط هون بالأردن. Most recently we completed a wheelchair initiative. وآخر إشي عملنا مشروع الكراسي المتحركة. Union of Volunteer Society where we brought doctors from America to لجمعية هنا. Train. جبنا دكاترة من أمريكا حتى إنهم هون يدربوا. Talk more about that as the program evolves. The bottom line is there are 580 wheelchairs that were placed in Jordan through LDS Charity. تقريبا 580 كرسي موجود هنا بسبب جمعية LDS. هذا العام. This year. Yes, this year. هذا العام. يعني هذا العام. There are several other initiatives. طبعا في أكثر من إشي ثاني. مشاريع تانية. Vision clinics have been established by LDS. عيادات للرؤية أو عيادات العين كمان صارت من أو كانت مدعومة من LDS. Clinics are located in Aqaba. العيادات موجودة بالعقبة، معدبة والمفرق. A new one to be established in Salt near Macon. يعني وهلأ في جديد بالصف. بمعنى أصح أنتم موجودين على كل الأرض الأردنية. In other meaning, you're in all over the country in Jordan. Yes. نعم. من العقبة إلى الرمثة. From Aqaba to Ramtha. Yes, we do. صح. شركاؤنا بالخير أحبائي موجودين في كل أنحاء الأردن من العقبة حتى الرمثة. وهذا شيء يبهج الخاطر ويسرنا، لأنهم يقدموا خدمات إلى أصحاب الحاجات الخاصة، وأيضا يقدموا خدمات إلى عدة مناطق فقيرة في المملكة، وقدموا سابقا وأعتقد أنهم سيقدمون لاحقا عدة مشاريع إنمائية لتنمية المجتمعات المحلية، المجتمع المحلي في قرانا وفي باديتنا في الأردن.
The LDS Church's volunteers here in Jordan are give all over the country some volunteers and help us to grow the good seed here in Jordan. أود سؤالكم would like to ask you عن انطباعكم في العمل في الأردن وعن حاجات الناس. هل تحسستم حاجات الناس هنا؟ Did you feel about the needs in here in Jordan, the needs of the people in Jordan? One of the wonderful things about what we do أحلى الأشياء إحنا عم نعملها is that LDS Charities جمعية الLDS is organized so that most of all of the workers are volunteers. يعني هي تأسست لأنه معظم العاملين فيها بالجمعية حول العالم عبارة عن متطوعين. The couples in Jordan, we leave our homes and we pay our own way. الأزواج هم بالأردن بتركوا بيوتهم بأمريكا وبيجوا وبيدفعوا هذا كله بيدفعوهم منهم. And we volunteer 2 years of our service because the people in Jordan we found to be some of the most caring, compassionate, and kind people on the earth. لأنه هون الناس بالأردن لأنهم كتير شغوفين وكتير كتير لطيفين. And because there are only two or three or four paid employees in LDS charities. بسبب لأنه بسبب في بس ثلاث موظفين بكل جمعية LDS إلهم رواتبهم. The resources go right down to the people that need them the most. المصادر أو المصادر بتيجي بس للناس اللي بتكون بحاجة. نعم يعني رسالة رائعة التطوع أحبائي هو أهم رسالة يودون أن يبلغون بها عائلة زوج وزوجة يأتوا إلى الأردن أو إلى أي دولة أخرى ليتطوعوا للعمل الخيري ولخدمة الإنسان والإنسانية نحن نقدر هذا عاليا ونتمنى بأن نكون قدوة لهم في عمل الخير وشركاء لهم خاصة في خدمة إخواننا في الأردن وأود الإشارة هنا بأن هناك عدة مشاريع سابقة كنا معهم شركاء ولقد أبلوا بلاء حسنا في خدمة طلاب المدارس والمجتمعات الفقيرة في كافة أنحاء المملكة يعني أود سؤال مهم جدا نحن في الأردن نواجه مشكلة حقيقية هي شح المياه we have here in Jordan bigger problem it's about water we don't have a lot of water والأردن بلد لا يوجد فيها يعني موارد ثرية الأردن هي بلد Jordan, تعيش like على الزراعة وبعض المصادر don't have a lot of wealth الصناعية wealth resources here in Jordan ولا يوجد عندنا موارد في الأرض لذلك we don't have resources here in the ground you can't have it in the ground نود من إخواننا في LDS أن يساهموا مع مجتمعاتنا المحلية like في القرى. Would like to ask you to help in this local time in this local country.